السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. استمتع عشاق كرة القدم بمباراة نهائية رائعة بين الأهلي والوداد. ذهب عصبة الأبطال الإفريقية انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح الأهلي المصري، ومازال مباراة الإياب الأسبوع المقبل بمدينة الدار البيضاء في الملعب اللي ولا كيخلع جميع الفرق الإفريقية. غادي نشوفوا واحد القربالة في بلاطو بي ان سبور بين المحلل المغربي عزيز بنيج وما بين المصري اللي مازال كيخرج في عينيه وائل جمعة، اللي قال لك مستحيل أن ضربة جزاء تصفر بديك الطريقة، وهنا خرج فيه المغربي عزيز بنيج قال ليه حنا عارفين بان الاهلي ما كيتصفروش عليه ضربات الجزاء. اخطاء مؤثره من الحكم الليبي، خصوصا كان ضد الوداد. الهدف الثاني ديال الاهلي كان خطا ديال الوداد، ما صفروش الحكم، تلعبات الكره عكسيه، جا من الهدف الثاني. هنا ما تدخل لا الفار ولا الحكم صفر على ضربه خطا، وبالتالي هدف الثاني للاهلي المصري غير شرعي، دون ان ننسى ضربه جزاء للعملود اللي واضحه وضوح الشمس، كذلك ما شافها لا الحكم لا الفار. بلا ما نهضروا على انذار اصفر لواحد اللاعب من الاهلي اللي كان غادي يحرمه من مباراه الاياب، والحكم غمض عينيه وكان شيئا لم يحدث. والمصري وائل جمعه مازال مخرج عينيه في المحللين كاملين وقال لهم مستحيل ضربه جزاء تصفر. وهنا لصق له المحلل المغربي قال له حنا عارفين لانه فريق الاهلي ما كيتصفروش ضربات الجزاء. فنخليكم مع هذا الحوار، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم تعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. عزيز، لدي ملاحظتين على الوداد في هذه المواجهة. أولا في الشوط الأول التنازل على الكرة بشكل مبالغ فيه أثر عليه بشكل كبير، والدليل أن الشوط الثاني حينما احتفظ بالكرة حاول يمرر الكرة يبني اللعب كان قادر على إيذاء الأهلي. واحد اثنين فيما يخص الوداد الشوط الثاني، قبل تسجيله لهدف بوهرة الوداد كان أفضل من الأهلي، بعد ما سجل الهدف تراجع وحاول أن هو يقتل رتم المباراة، وكأني به كان خايف اكثر من اللازم من الاهلي. المساله مساله ذهنيه، ليست مساله جوده لاعبين. اكيد اكيد، الوداد كف الذهني دائما ما يغلب على البدني. الوداد ذهنيا في بدايه المباراه كانه تحمل عبء المباراه، ترك الاهلي انه يسيطر عليه، لكن بعدما ارتاح ما بين الشوطين اخذ بعض التنبيهات وبعض التوصيات من المدرب، من حتى من اللاعبين بعضهم البعض، شعروا بان المدرب نعم شعروا بانهم التغييرات كانت متاخره. لا التغييرات ايضا، شوف التغييرات من طريق واسلوب اللعب. اظن بان الوداد في الشوط الثاني تقدم شيئا ما 20 متر الى الامام، ومن ثم اصبح من السهل النجاح في عمليه تحول سريع، وشفنا الوداد افضل بكثير في الشوط الثاني. التغييرات كانت مميزه، يعني صراحه التغييرات خروج حسوني وخروج مترجي ودخول بوهرة ودخول وناجم اللي حرك الجهه اليمنى، ايضا بوهرة حرك الجهه اليسرى ايضا، وكان سريع ايضا في عمليه التحول. بس بوهرة كان يستحق اكثر دقائق. نعم بوهرة كان يستحق اكثر دقائق، لأنه دخل في دقيقة 82، ولكن راه تحسن ايضا المترجي في الشوط الثاني، لذلك المدرب لم يخرج المترجي في الشوط الثاني. انا اظن بان هنا لا ابحث عن مبررات، انا الوداد صحيح الشوط الاول لم يكن كان خارج التغطية، لكن الشوط الثاني استحق ان يكون افضل. كان هناك بعض الاخطاء التحكيمية اللي لازم نتكلم عليها في الشوط الثاني، اللي ايضا ممكن أخرجت الوداد نسبيا من المباراة، خصوصا عندما لم يحتسب ضربة جزاء، لم يحتسب الخطأ اللي من بعده تعطى ضربة جزاء. شوف هذه الكرة اللي ممكن كان منها ضربة جزاء، شوف هنا دفع من الخلف من المعلول للعملود كان يستحق عليها ضربة جزاء. شوف هنا الارتقاء الأول، ثم هذه مش فاول يا عزيز. لا هو واحد بينط على الكره، واحد بينط على الكره، كوع في دماغ معلول. لا هو لا انا بقول لك، انا بقول لك كوع في دماغ معلول. وين معلول؟ مش من البدايه، من البدايه بس معلول مش طالع للكره. وائل من البدايه يا عزيز، من البدايه كوع في دماغ معلول. معلول ولو الزقه دي في ضربه جزاء يبقى الكره اللي في الشوط الاول تبقى محضر واسم لا 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 قضيه في الشرطه. شو هذه ضربه جزاء، فيها الكره الثانيه، فيها لم فيها خطا واضح. شوف دفع من ورا واضح، اللاعب لاعب الكوره يا عزيز. يعني الحاجات دي يعني مش دي اللي بتحسب ضربه جزاء. لا بس انا بقول لك لاعب كوره ولا لاعب كوره وحاتم لاعب كوره. في كوره خطا واضح للوداد ما تتحسب للوداد، بعد ذلك هدف ثاني للاهلي، مترجد رايح بالكره، هذه فاول على الاول، هذا فاول يستحق عليه كارت اصفر، ولو اخذ كارت اصفر مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب.
اذا هنا وائل بامكانك تتفاعل مع الكابتن عزيز. ما انا بتفاعل مع الكابتن. لا هذه كارت اصفر. هذه كارت اصفر لو ياخذ كارت اصفر ما يلعبش مباراه الاياب. مروان عطيه ما يلعبش مباراه الاياب. المهم هذا اقل. شوف انا ممكن اقول لانه مش مؤثر على المباراه. انا بتكلم كثير على الاخطاء اللي مؤثره على المباراه. ضربه جزاء والخطا على مترجي اللي لازم يتصفر عليه. هذا من وجهه رايي وائل. ممكن اتكلم انا؟ فضل فضل. لا بس اجيب اللقطه بتاع الكره الترجي. لا لا الكره بتاع الفاول. شوف وائل يعني هي فاول. فيها فاول. لا فيها فاول يعني فيها فاول. شوف انا مش مختلف يعني معاك يا عزيز يعني انا مش مختلف يعني معاك يعني يبقى القرار بعدين. وانا ما اتكلمت على الحكم. انا ما اتكلمت على الحكم يا عزيز. قلت الحكم مهزوز لان دي قرارات بتاثر في سير المباراه. هنا 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 هذا فاول صح ولا صح؟ الحكم لم يعلن على الفاول وسوء تقدير. بس اولا يا بس حكم الاشكال انا الاشكال بعد الفاول لازم قمر كزين صح ولا لا؟ انا مش كلام. انا هقول لك بس انا بعلق على الكلمه اللي انت قلتها. هنا لو دي فاول اللاعب الخطوتين ثلاثه اللي خدهم بعد الكوره هم اللي ادوا الايحاء للحكم الكوره. خلينا انا مش بتكلم في هذه النقطه. انا مش بتكلم في هذه النقطه. انا معايا ولا انا اتكلم على اخطاء الاعاده البطيئه. بس يجيب لي اعاده الوداد. هنا نتكلم على كوره بدايه من حارس المرمى. احنا لا نتكلم على كوره لعبت كونتر اتاك من الفاول. استحتج الوداد لعب كونتر اتاك. احنا نتكلموا على فاول. هي دي بدايه اللعبه يا مهند. اللقطه دي ده اخر لاعب فعلا في يعني الهاند بول. الهاند بول ده اخر لاعب فعلا عطيت يعني الله هنا يعني هنا هنا كارت هل احمر. تستحق كارت احمر او لا؟ لان هو اخر لاعب. هذا سؤال. عيد اللقطه دي تاني بقى من اولها. انا ما شفتهاش غير تاني غير دلوقتي اهو. ده هو اخر واحد في الملعب يا مهند. لابد كارت احمر. لا سؤال يطرح للكابتن وائل جمعه حاتم عزيز. لا هاتها من الاول. هاتها من الاول من البدايه. من البدايه لا مش دي. قبل كمان. قبل كمان لازم الحاله تعطينا اللارج اللي هي اللقطه الاوسع. اللقطه الاوسع اللي بتبين دي هنا كارت احمر لان هو اخر واحد. بص هنا كل اللعيبه قدام. هو اخر واحد. هو عطيته الله. بص اخر لاعب في الملعب. اخر لاعب. مفيش اخر لاعب. مفيش لعيب بعديه. اخر لاعب في الملعب اهو. عد لعيبه الوداد اللي هنا هتلاقيهم 10 لعيب. وائل اوكي معاك. انا لا احنا لازم انا بحسبها واحده بواحده. واحده بواحده. لكن هذه ضربه هذه كارت احمر والثانيه ضربه جزاء والثالثه فاول. يعني ولي واضح مش حكي كده. ليه واضح انا حسب رايي المتواضع حقيقي يعني. حسب رايي مبعوث السلام. شوف انا اعتقد معلول يعني. احنا بنتكلم كوره يا حاتم. احنا بنتكلم كوره. مش لا انا اتكلم على البينالتي. بينالتي الاول معلول. مستحيل تتحسب ضربه جزاء. لا مش مستحيل. لو في مستحيل ليش هي الزقه دي؟ مستحيل. ليش حد للاهلي مستحيل؟ لا لو على الاهلي هقول يا عزيز. كل معقول يا وائل. لو على الاهلي انا هقول. واش واحد دافع من ورا بتقول لي مش. لا لو على الاهلي ضربه جزاء انا هقول لك ضربه جزاء. هذه قلت لك انا هذه كارت احمر. هذه كارت احمر لانه اخر مدافع. وانت تقول لي هذه والثانيه مستحيل. الاهلي ضربه جزاء يعني يقول لي مستحيل. لو على الاهلي ضربه جزاء هقول لك على الاهلي ضربه جزاء. انما دي مش مستحيل. خليه يكمل الفكره. يكمل الفكره. معلش يكمل الفكره. انا بتكلم عن الزقه بتاعت معلول دي تحصل زيها 300 مرة في داخل منطقة الجزاء يا مهند. ما تشوفش ضربة جزاء يعني زقة عادية. عادية جدا. احتكاك عادي. وردها عليه. لا هو قال زقة عادية. جيب الفار وشوفها وش زقة عادية. جيب الفار وشوفها. هات الفار. هات الفار. اللاعب لاعب الكرة بدماغه عادي جدا. رايح بدماغه. واحد دفعه من ورا. انت لو بتحسبها كده يبقى اللعبة من البداية. شوف هو طالع براسه. طالع ما فيهاش. طالع براسه. شوف هات هوب ودفعه من ورا. كوع في دماغ معلول الأول. في ظهره مش في دماغه. في ظهره. كوع في دماغ معلول. استمعنا لعزيز. عايزين نضيع الوقت في الحالات التحكيمية. جمعة طيب خلونا مبعوث السلام نسمع وجهة نظرة في هذه الحالة. حاتم أنا أعتقد صعيب الحقيقة يعني. هو ارتقاء الأول ارتقاء سليم بالنسبة للاعب المغربي. يعني مفيش كوع في دماغ معلول؟ لا ارتقاء سليم. لا توجد ارتقاء. الارتقاء هذا لكن في الارتقاء لم يكن هناك كوع. هو نازل كان. لو نلاحظ معلول دفع. معلول قفز ودفع بقليل ليس بالمعنى. يعني أنت راجل لعبت في الدوري الإنجليزي. أنت راجل لعبت في الدوري الإنجليزي. دي ضربة جزاء؟ لا بس انا لا بس خلاص انا رايي. طيب. رايي الخاص. طيب استمعنا الى كل الاراء وكل الاراء مسؤوله من اصحابها. الحديث عن عزيز بنيج وكذلك مبعوث السلام. انت ما عاد اسكت بقى كوفي عنا انت. طيب دعونا نستمع في هذه الاثناء لسفن فاندنبروك مدرب فريق الوداد ماذا قال لسامر العمره.
نعم مهند، بالفعل الفرحة يمكن أن تكون منقوصة بالنسبة لجماهير الأهلي. طبعا الجمهور كان يمني النفس الخروج بنتيجة الفوز بهدفين دون مقابل، ولكن هدف الوداد المفاجئ أربك كل الحسابات. بالتأكيد هي نتيجة جيدة جدا بالنسبة لفريق الوداد، وكما قال ذلك مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي بالأمس. هو معي الآن الكوتش سفين فان بروك. كوتش I think it's a good result. بأن النتيجة جيدة بالنسبة لكم، لكن الآن السؤال ماذا عن مباراة اليوم؟ نعم النتيجة جيدة، أنا سعيد بالنتيجة وأعتقد بأن النتيجة هي أفضل نتيجة 2-1، وبالنسبة لنا من الممكن أن تكون أفضلية، لكن بالنسبة لمباراة العودة يجب أن أقول بأن الأهلي فريق مميز للغاية وأيضا جيد من حيث التكتيكية، لكننا أيضا نستطيع أن نقدم أداء جيدا في ملعبنا، وأيضا من الممكن أن نتحلى بالخطورة. المباراة العودة ستكون مفتوحة، وأيضا المباراة ستحسم بالتفاصيل الصغيرة، وكلنا نريد الفوز بالبطولة، والأهلي أيضا فريق لديه ثقة ونحن لدينا ثقة كبيرة، سيأتي إلى ملعبنا ليدافع ونحن لدينا الثقة الكاملة للهجوم، وأيضا أن نقدم أفضل من اليوم. ماذا عن الجماهير وماذا تعدهم؟ أعد الجماهير بأنكم ستجدون أكثر مما تتوقعون، وكما قلنا نحن سندافع عن اللقب، فزنا باللقب العام الماضي وسندافع عنه، وأيضا ذهبنا إلى أنغولا وذهبنا إلى بلاد أخرى من أجل الدفاع عن هذا اللقب، ومن لذلك فأقول بأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها. نحن أيضا سنحاول أن نقدم أداء جيدا في مباراة العودة، وأيضا الجماهير تستطيع أن تصنع الفارق معنا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، خرج لي بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.